رغم الاستعدادات والإجراءات المتخذة لمواجهته، بدأ إعصار هايان الأقوى في العالم بضرب وسط الفلبين مصحوبا برياح عاتية بسرعة فاقت 275 كيلومترا في الساعة. وصل الإعصار إلى جزيرة سامار على بعد 600 كيلومتر إلى جنوب شرق العاصمة مانيلا، بعد أن ضرب مدينة غويان الساحلية في طريقه إلى الشمال الغربي وجنوب بحر الصين. السلطات الفلبينية حثت الشعب الفلبيني على اتخاذ الحيطة والحذر، كما بدأت بتنظيم عمليات إجلاء للسكان خاصة في المناطق والقرى التي ضربها زلزال قوي الشهر الماضي. تعرض الفلبين سنويا لنحو 20 عاصفة أو إعصار كبير بين حزيران يونيو وتشرين الأول أكتوبر، وإذا لم يضعف الإعصار هيان قبل أن يصل إلى الأرض فسيكون الأعنف الذي يضرب الفلبين هذا العام.